بنعيش إحساس مزعج جدا لما يكون عندنا أي حالة مرضية في الجلد، من بداية من حالات مرضية يعني بنصنفها احنا في الجلدية انها كيورابل تتعالج، الى حالات مرضية مزمنة مزعجة نقدر نقول انها شيء يوصم به الانسان. في تسطيح شوية للامراض الجلدية او انها امراض مش مهمة قوي علشان هي مش هتموت. هو الفكرة كلها مش مرتاح لجلدي بس عشان شكلي، ده أدائي في المجتمع وأدائي الوظيفي وأدائي في أسرتي هيفرق جدا معايا لما أكون أنا راضي عن شكلي. الكواليتي اوف لايف مستوى مهم جدا في حياتنا النهارده هنتكلم فيه. الكواليتي متعة الحياة بجلد جميل، وقيمة انك تروح لدكتور الجلدية باستمرار مهم قوي. الكلام ده اول حاجة لان حب الشباب ده احنا قعدنا سنين احنا نفسنا تربينا على انه مش مرض. لو قال لك ده حب ده هتاخد صابونة الكبريت هتغسل بيها وشك وبعدين ان شاء الله لما تعدي سن معين كده هتروح لوحدها، او لما بنت بقى يقول لها هتتجوزي او هتخلفي هيروح. الجريمة الكاملة، ما هي الجريمة الكاملة في حب الشباب؟ أبو العريف. الجريمة الكاملة إن هو الإفتاء بلا رادع وبلا أي وازع، إن أنا بقول حاجة ما فهمش فيها خالص، هي دي الجريمة الكاملة، لأن أنا خلاص قضيت على المريض ده مستقبلاً. الأستاذ الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر قصر العين جامعة القاهرة، مدير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، سكرتير عام الجمعية الأفرو أسيوية للليزر وتجميل الجلد، حاصل على منحة DAAD جامعة بون ألمانيا. البحث عن علاج لمشكلة حب الشباب قديم جداً، بدأ من القدماء المصريين واليونان القديمة اللي استخدموا الكبريت لعلاجه، وتوالت المحاولات للسيطرة على هذه المشكلة المزعجة حتى بدأ تطوير علاجات حديثة بداية من عشرينات القرن الماضي. مع ذلك لا يزال حب الشباب يسبب أذى نفسي واجتماعي لأكثر من 650 مليون شخص حول العالم. الإحصائيات الأمريكية بتشير إلى مسؤولية حب الشباب عن 5 مليون زيارة للطبيب كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وإن اللوم أو التنمر للي بيعانوا من مشكلة حب الشباب بسبب المفاهيم الخاطئة عن مسبباته والعوامل المحفزة ليه بيؤثر سلباً على الشخص المصاب وعلى ثقته بنفسه، وقد يدوم هذا التأثير السلبي طويلاً حتى ما بعد مرحلة البلوغ. اهلا بكم. النهارده يوم مهم جدا 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 في عالم الناس الحلو. النهارده اولا ضيفي واحد من اساطير الامراض الجلديه في العالم العربي وفي العالم، فالنهارده هنستمتع بحوار على ارقى مستوى او من ارقى المستويات العلميه اللي احنا مرينا بيها وخصوصا في الامراض الجلديه. وخلينا اقول لكم انه الحوار سيتضمن اجزاء مهمه جدا جدا، نظرة المجتمع العربي والعالمي للمرض الجلدي، ده نظرة مهمة جدا. لازم نعرف كمان نظرة العالم والأسرة للتعامل مع أي حالة مرضية جلدية، مثلا كإكزامبل حب الشباب، وقيمة إنك تكون مرتاح لجلدك مستمتع بجلدك. الكلمة دي غريبة يمكن على الثقافة، بس بدأت تبقى ليها واقع كبير. هي الكلمة غريبة لكن المعنى ده بنعيشه، بنعيش إحساس مزعج جدا لما يكون عندنا أي حالة مرضية في الجلد، من بداية من حالات مرضية يعني بنصنفها احنا في الجلدية انها كيورابل تتعالج،
إلى حالات مرضية مزمنة مزعجة نقدر نقول إنها تشكل في بعض الثقافات المغلوطة، مش نقول ثقافات بقى، معتقدات مغلوطة، أنها شيء يوصم به الإنسان، زي مثلا السرايس الصدفية، الفيتيلايجو أو الفيتيلجو، البهاء، ده كانت من الحاجات وما زالت اللي نقول عليها لازم تتغير جذريا في عقل الناس ونشوف العلاجات ماشية ازاي. الكواليتي اوف لايف مستوى مهم جدا في حياتنا النهارده هنتكلم فيه. الكواليتي متعة الحياة بجلد جميل وقيمة انك تروح لدكتور الجلدية باستمرار. مهم قوي الكلام ده. زي ما قلت لكم النهارده يوم مهم جدا جدا على المستوى المهني، لان ضيفي واحد من اصحاب المقام الرفيع في عالم الطب، في عالم الجلدية، له تاريخ مهني يعني مبهر جدا، وهو أسطورة حقيقية في الأمراض الجلدية من ناحية العلم ومن ناحية الجهد المبذول. العلم والجهد المبذول صعب يجتمعوا في شخصية واحدة، لكن هي موجودة بقوة شديدة في شخصية ضيفي العزيز، واحد من أساطير أمراض الجلدية على مستوى مصر والوطن العربي، أستاذ الكل في هذا المجال في الأمراض الجلدية بلا شك، العالم القدير وأستاذنا الأستاذ الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، المدير للعيادات الخارجية ومستشفى جامعات القاهرة، وعضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، والسكرتير العام للجمعية الأفرو أسيوية للليزر وتجميل الجلد، والحاصل على منحة DAAD من جامعة بون بألمانيا، الأسطورة الكبيرة في عالم الجلدية. أنا شرف كبير لينا إنك قابلت دعوتنا. أولاً طبعاً يعني بعد اللي أنت قلته ده لو مروح بقى خلاص كفاية كده النهاردة. أنا اللي متشكر جداً جداً على التقدمة اللي ما استحقهاش. لا بالعكس، دي أقل مما تستحق. وبشكرك جداً على استضافتك ليا في هذا البرنامج العلمي الحقيقة المتميز جداً جداً، اللي أنا اللي بقى أعيد الكرة إن أنا بأشرف إن أنا أكون موجود فيه، لعل إن إحنا نقدر نفيد الناس، ولعل ان احنا نقدر نغير بعض المفاهيم المغلوطه زي ما حضرتك تفضلت وقلت بالنسبه للامراض الجلديه واهميتها. احنا بنبدا مع حضرتك فهرس الامراض الجلديه كلها، هنتكلم في انواع كثيره جدا من الامراض، هتسمعوا في هذه السلسله الحقائق العلميه المنضبطه التفصيليه حول الامراض الجلديه، بدون تسطيح للامراض الجلديه مخل، ويبقى الامراض الجلديه عباره عن حط الكريم دوت ويلا ربنا يوفقك ومش عارف ايه والموضوع ده كذا، وبدون ايضا تعميق شديد قد لا يناسب المشاهدين، لكن في اجزاء لازم هيبقى فيها عمق علمي كامل. هو لماذا، سؤالي، لماذا حضرتك اخترت حب الشباب لنبدا به، وما هو المقصود بحب الشباب؟ وهرجع تاني اسال هذا السؤال ما بين المنهج كله، اشمعنا خدنا ده؟ هو الحقيقه احنا لما جينا نتكلم يمكن مع حضرتك في الاول كده وكنا بنتناقش هنحب نناقش ايه، فانا الحقيقه لفت نظري ان احنا كثير من الاحيان زي ما حضرتك قلت في تسطيح شويه للامراض الجلديه، او انها امراض مش مهمه قوي علشان هي مش هتموت، يعني ولو ان في امراض جلديه بتموت، ارتكارية بتموت بالظبط كده، لكن احنا بنتكلم من غير ما نخض حد، يعني انما في امراض جلديه بتموت، لكن الفكره العامه انه المرض الجلدي يعني زي ما حضرتك قلت كده يحط كريم وان شاء الله ربنا يسهل ونشوف هتمشي. الحقيقه الفكره دي فكره خاطئه جدا، لانه الطب في مفهومه الحديث اللي احنا بنلحقه دلوقتي ان ما هوش حياه وموت بس، هو كواليتي اوف لايف، جوده الحياه. حضرتك قلتها يمكن في التقديمه بتاعتك انه ابقى مرتاح لجلدي، هو الفكره كلها مش مرتاح لجلدي بس عشان شكلي، ده أدائي في المجتمع وأدائي الوظيفي وأدائي في أسرتي هيفرق جدا معايا لما أكون أنا راضي عن شكلي. يبقى الموضوع مش موضوع ترفيهي ولا هو موضوع دلع، لا، أي مرض جلدي أيا كان هو إيه في شق تجميلي، هو أي مرض جلدي مش بيبقى ظاهر على الجلد وبيسبب آلام فظيعة اجتماعية ونفسية للمريض ممكن ما حدش يتخيلها، وممكن ما حدش يعني يصدق يقول لك يعني مش معقول، يعني بنبالغ شويه. ابدا ابدا، في ناس بتوصل بيها المراحل لامراض نفسيه وعلاج نفسي مكثف، وبتوصل بيها لمحاولات انتحار
من أمراض جلدية لأنه هو نبذ من المجتمع. الدولة المصرية ممكن احنا كنا يعني كلنا حضرنا كنا يمكن بنتكلم مع حضرتك قبل التسجيل ان احنا بنقول ان الدولة المصرية بتخطو خطوات قوية جدا باهتمام مباشر من القيادة السياسية من اكبر راس اللي هو فخامة الرئيس السيسي لغاية اصغر راس في الحكومة انه جودة الحياة انه قيمة الانسان المصري. ما قيمة الانسان المصري دي كلمة كبيرة جدا، من ضمنها جودة حياته، من ضمنها صحته، بمعنى صحته مش حياته او موته، صحته نفسها عايش ازاي، جودة الحياة. يمكن احنا شفنا في مؤتمر صحفي على الرئيس في اخر مؤتمر صحفي لما كان في فرنسا الكلمة عن قيمة الانسان، قيمة الانسان كحق الانسان، قيمة حياته وقيمة الانسان نفسه في المجتمع، دي كلها موجودة في الامراض الجلدية ولكنها بصورة مهملة. لان في ناس تقولك يعني انا حاجة اسيب بقى مرض زي كذا ولا كذا ولا كذا بدون ذكر تفاصيل واهتم بمرض نعم ايوه هاهتم بيه لانه هيأثر على حياة الانسان صورة سلبية جدا. ليه اخترنا حب الشباب؟ اول حاجة لان حب الشباب ده احنا قعدنا سنين احنا نفسنا تربينا على انه مش مرض. نقول لك ده حب ده هتاخد صابونة الكبريت هتغسل بيها وشك وبعدين ان شاء الله لما تعدي سن معين كده هتروح لوحدها، او لما بنت بقى يقول لها هتتجوزي او هتخلفي هيروح. وعشنا سنين على كده لغايه لما فوجئت لما دخلنا بقى في التخصص ده مرض. ده مش بس مرض، ده مرض فيه اكتر من 11 نوع، ومرض فيه انواع منه خطيره على الحياه، ومرض فيه انواع منه بتسبب تشوهات دائمه للمريض على مدار حياته كانت ممكن تتلحق لو هو مفهومه ان هو مرض ممكن اعالجه من بدري احافظ عليه من بدري علشان اقدر امنع المضاعفات او المشاكل اللي احنا يمكن هتطرق لبعض منها النهارده. حب الشباب الاحصائيات بتقول ان هو 10% من التعداد العالم عنده حب شباب، وده رقم مهول بس ده الرقم المذكور للناس اللي هي توجهت انها تروح لدكاتره فتسجلت في ابحاث او لكن في اكاد اجزم ان في قد الرقم ده مرتين او ثلاثه، ولكن هو ما راحش بقى الافاهيم مغلوطه اللي حضرتك قلت عليها، لان هو جه فتره وهو تصور انه هيروح لوحده، لانه خد وصفات شعبيه، ايا كان بقى الاسباب، لكن هو طبعا اكتر من 10%. وده كان السبب ان احنا نبدا نلفت نظر الناس انه ده مرض محتاج علاج، محتاج متابعه بمفاهيم معينه عشان نقدر نوصل بيه لبره الامان. هو سؤالي الانواع بتاعته، احنا قلنا جمله تقلق وجمله حقيقيه الناس ما تعرفهاش بس لازم الناس تعرفها، في انواع منها خطيره على الحياه نفسها. في طبعا احنا عندنا حضرتك الانواع طبعا يعني يتفتح لها بقى مجالات، لكن احنا عندنا انواع زي الاكني فالمننز مثلا، كلمه فالمننز دي يعني معناها مميت ومعناها ان هو بيؤثر وبيعمل تسمم في الدم. عندنا انواع اخرى من حبوب الشباب زي الكونجلوبيت اكني اللي هو بيعمل التقرحات والتندبات والتليفات اللي في الجلد، ده نوع في منتهى الخطوره. فهي مش كلها الحبيتين ثلاثه اللي بيطلعوا في الوش، وان كان حتى دول محتاجين ان احنا نتدخل، لكن اقل خطوره. ولكن هل هم اقل تاثيرا على حياه المريض ولا لا؟ هل هم اقل تاثيرا على جوده الحياه؟ لا ابدا، هم بنفس التاثير. جايز واحد يبقى حاسس ان هو الناس مش قادره تبص له من كتر ما هو، انا في ناس عندي بتجيلي مرتفحه عشان خاطر ما حدش يشوفهم، وفي ناس كانت بتطلب تيجي في مواعيد غير مواعيد العياده عشان ما بيخرجش او ما بتخرجش غير سيدات او بنات واولاد الاثنين، عشان ما بيتحركش كتير غير لما يكون ما فيش حد شايفه. حاسب التشوه بالظبط كده، حاسب نبذ من المجتمع وحاسس ان هو اقل من غيره. أسباب الحدوث دايما يعني من الحاجات الملفتة لينا احنا واحنا بنقرأ أو بنذاكر حب الشباب، إن كل شوية الكتب والبيبرز تغير في طريقة سرد الأسباب. طبعا في أسباب ما زالت ثابتة. أولا دايما بيتكتب في الأول إن هو مرض متعدد الجوانب ومتعدد الأسباب، وإنه ما فيش سبب معين واحد هو اللي أقدر أقول هو ده اللي جاب حب الشباب وهو ده اللي ما جابش حب الشباب، إنما هنطرق للأسباب مجتمعة. العناصر الوراثية موجودة، يعني لو في حد الأب أو الأم عندهم حبوب شباب وجدوا إن أولادهم بدأ يطلع لهم حب شباب يبقى عندهم هذا الاستعداد، يبقى لابد من الحركة السريعة عشان ما وصلش المضاعفات.
الهرمونات والتغيرات الهرمونيه، وده عشان كده طبعا ده اشهر سبب، عشان كده هو دايما بيحصل في فتره، او يعني اشهر مرحله يحصل فيها حب الشباب هي فتره البلوغ، اللي هي بتتراوح من سن ال 12 لغايه سن 23 او 24 سنه. هو دي المرحله الاكثر شهره لحدوث المرض. بس ملوش سن، ملوش سن، وممكن يجي عندي ناس جالهم بعد 30 ما كانش عندهم قبل كده، وناس استمر معاهم بعد 23 24 وكمل، وفي ناس كان قليل وزاد. مفيش معيار، لانه مرض يبقى ملوش معيار. المرحله دي طبعا هي اكتر مرحله. الوراثه، الهرمونات، اسلوب الحياه، اذا كان في الاكل، في الشرب، في الحركه، ممارسه الرياضه مهمه جدا في علاج حب الشباب، الاكل الصحي مهم جدا في حب الشباب، الاقلال من الدهون. يمكن المرضى نفسهم دلوقتي بقوا عارفين، يقول لك مش عارف انا اكل شوكولاته ولا لا، اكل مكسرات ولا لا، اكل الحاجات دي كلها، على الرغم من ان هي في بعض الكتب مكتوب ان هي ملهاش دور، لكن احنا بنتكلم على ارض الواقع. انا بلاقي ناس عندي بيقول لك لا انا لما باكل كذا، انا لما مثلا باكل شوكولاتايه بيطلع لي حبوب، ما اقدرش اقول والله الكتاب بيقول لا. فاذا اسلوب الحياه، الاكل، الشرب، ممارسه الحياه الصحيه الرياضيه دي مهمه جدا. الحاجه المؤثره وملمسه جدا التوترات العصبيه او التقلبات العصبيه او المزاجيه، او نسميها زي ما احنا عايزين نسميها. انما اي نوع من انواع التوترات بنجد ان هو بيؤدي الى اختلال في الجهاز المناعي بتاعت الجسم. والجلد على فكره له جهاز مناعي مستقل، يعني هو له جهاز مناعي بيتحرك لوحده غير ارتباطه بالجهاز المناعي بتاع الجسم، وبالتالي ممكن هو نفسه يتحرك لو في بقى الاستعداد اللي موجود بعناصر اخرى ان هو يبدا يؤدي الى وجود حب الشباب. ثم بقى تيجي حاجات كتيره جدا بقى، اللي هي بقى استخدام حاجات غلط، واستخدام بقى مكياجات او ميك ابات بحاجات غلط، او استخدام مستحضرات بصوره خاطئه، دي ليها دور وباع طويل، وزيوت ليها دور وباع طويل في حاجات لو استخدامها بالطرق الخاطئه. أدوية كتير جدا بتعمل حب شباب، أشهرها على الإطلاق مثلا الكورتيزون اللي احنا بنستخدمه، وكل التخصصات اللي بتستخدمه. يبقى لازم يكون عندنا خلفية عن هذه الأدوية، ونبقى بحيث المريض يبقى عارف. يبقى عشان كده مهم قوي لما بيجي لي المريض أخذ تاريخ مرضي واضح، عشان أقدر أعرف معاه هو إيه السبب أو إيه المرجحات، عشان نحاول نبتدي نقللها، فنقلل على الأقل من حراك المرض في جسمه أو جسمها. منطقة الأماكن بتاعت حدوث حب الشباب والشكل المرضي مع مرور يعني على الأنواع. أيوه. وليه بيحصل ندبات؟ أيوه. أيوه. هو أولا الأماكن، الوجه، الصدر، الظهر، هي دي أكثر الأماكن، والأكتاف بالدراعات الجزء الفوقاني لغاية قبل المرفق، دي الأماكن اللي هي الشائعة جدا. مش بالضروره ان الناس اللي تيجي تشتكي يكون عندها كل الاماكن، يعني ممكن يبقى في ناس عندها في الوجه بس، وفي ناس عندها في الجسم بس، في انواع بتطلع في الجسم فقط ويبقى الوجه ما فيهوش اي اصابه. بالنسبه لنوع الحاجات اللي هي بتظهر من اول ما يسمى بالرؤوس السوداء او البلاك هيدز او الرؤوس البيضاء او الوايت هيدز، مرورا بحدوث التهابات بتعمل حبيبات في الجلد، مرورا بانها تبقى عميقه جدا فتعمل تكيسات وما يشبه الخراج او الخراريج في الجلد، وتبقى يعني كتله صلبه جدا موجوده على عمق شديد جدا بتصل لغايه منطقه الدهون اللي تحت الجلد، اللي هي النوديلوسيستيك اكني او الاكني كونجلوبات. كل ما كان طبعا المرض في مرحله سطحيه زي الرؤوس السوداء او الرؤوس البيضاء ما فيهاش التهاب، بيصبح احتماليات حدوث التندب اقل. لما ندخل في الحاجات اللي هي بتعمل صديد او بتعمل حبيبات وحبيبات صديديه، لان بيجي عليها ميكروب، لان احنا بنعتبر ان الدهون راكده، والدهون الراكده دي زي الميه الراكده فبتجتذب ميكروبات اللي هو اشهرهم البروبيوني بكتيريوم اكنس، ولهذا الميكروب بيعشش وبيقعد وبيستعمر المنطقه دي فيبدا يحصل صديد، ثم يبدا يحصل تفاعل التهاب ان الجسم يبتدي يحوطه، عشان خاطر من ضمن التفاعلات اللي بتحصل في اي التهاب ان الجسم بيرمي حبال وبيحاول يبني حيطه حوالين الشيء اللي فيه التهاب عشان ايه؟ يحجبه عن بقيه الجسم. تليفات. فتبدا تحصل تليفات. فتبدا هذه التليفات تبقى عباره عن حبال بتشد الجلد لتحت. فلما يزول المرض بالعلاج الصحيح نفاجئ ان احنا امام المشكله الاكبر والاصعب
اللي هي ندبات حب الشباب او اثار حب الشباب، ان واحد جاي او واحده جايه في حفر 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 في الوش جامده جدا نتيجه ان الحبال دي شاده الجلد لتحت، فحتى لما انا خلصت العلاج وما بقاش في حبوب موجوده الى انه بقى في هذه التندبات اللي بتوجه بتشكل بالنسبه لنا احنا التحدي الاصعب كمعالجين ليها، وليها طبعا طرق كتير جدا في العلاج، ولكن الافضل ان احنا نحاول ما نوصل لهاش، بان احنا نبقى مسيطرين على المرض بسبل علاجيه مختلفه علشان نقدر ان احنا نتلافى دي. لان احنا لما بنوصل لمنطقه التندبات اسفين بنضطر كتير جدا نقول للمرضى احنا ما عندناش هنا 100%، يعني الريكفري مش هيبقى 80%، هيبقى 90%، هيبقى 75%، بس مش هيبقى 100%. يعني ممكن يفضل عندك حاجه بسيطه قد ما تكونش طبعا ملحوظه، والفرق بيبقى الحقيقه العلاجات الحديثه بقت يعني الدنيا بقت احسن بكتير جدا، لكن يظل. فلو انا قدرت الحقه في مراحله الاولى بان انا استشير طبيب، مش استشير الجار او حتى الصيدلي، استشير الطبيب المختص اللي عارف ابعاد المرض وعارف اسبابه وممكن يتعامل معاها بصوره لائقه، اقدر اتفادى المضاعفات اللي احنا بنشوفها. ونحن واقفين في منطقه طرق العلاج، لما نيجي نقف كده ونبص، انا يعني كرجل من خارج المطبخ نسبيا، لما ابص على كلمه طرق العلاج هيلفت نظري حاجات كتير. اولها الفوضى، الفوضى الحواريه فيما يتعلق بكلمه طرق طبعا. تاني حاجه الفتي، ان انا بطلع. تالت حاجه ساعات معظم النار من المستصغر الشرر، الاستسهال في البدايه والاستماع الى اراء غير متخصصه او غير منضبطه نسبيا، ثم المكونات المنتجات اللي بتستخدم، اللوكال تريتمنت اللي بيستخدم في التعاملات ما بين الجوده المطلقه والسيء المطلق. انا حطيت لحضرتك كل القضايا وحضرتك تبدا باللي انت شايفه. دي قضايا فظيعه دي كده. ما في طرق العلاج. طيب احنا لما نيجي نتكلم على طرق العلاج، اولا طرق العلاج احنا دايما عندنا بنصنف حب الشباب قبل ما نبدا، الاول بنقول ده نوعه ايه، لان احنا قلنا في 11 نوع، مش مجالنا قوي دلوقتي، عشان ما زي ما حضرتك تفضلت وقلت مش عاوزين نتعمق قوي في حاجات مش هتفرق كتير مع المشاهد، لكن في انواع كتيره. فاحنا الاول هنشخص النوع الموجود وهنبدا نتعامل الاول مع الاسباب اللي نقدر نتلافاها هنتلافاها. بعد كده هنبتدي نتكلم في العلاج. اولا لا يستقيم اي علاج جلدي بدون دهان موضعي. يعني فكره ان انا حد يجي يقول لي، وبتحصل كتير قوي، تيجي بقى حد تقول لي بقى من فضلك ما تكتبليش دهان، اقول لا مش هينفع، يبقى مش عندي. حتى لو هنكتب مضادات حيويه هنتكلم عليها دلوقتي باستفاضه شويه، ومشتقات فيتامين الف، لكن الاساسي ان لازم يبقى عندي دهانات. ليه؟ لانه انا لما باجي اهاجم هذا المرض، ما هو انا عندي المرض ده موجود في الجلد. طب انا كيف ان انا بتوقع ان انا لما هاجي اهاجمه وانا باخد دواء بيدخل الدم، يبقى هيمشي في جسمي كله، طب تركيزه اللي هيوصل لوشي قد ايه؟ انما في المقابل الدهان هيوصل لوشي بتركيز 100%، يعني اللي يتحط نسبه امتصاصه بقى تصل ل 70-80% حسب جوده المنتج. يبقى انا اذا عندي راشونال بيقول لازم استخدم علاج موضعي على شكل غسول رغوي، على شكل ماء غسول. انا يعني بستخدم حاجات كتير جدا. يمكن انا من هواه منتجات بيونيكي، لانها منتجات طبيعيه متنوعه وسهله الاستخدام، بحس ان انا بقدر اعمل للمريض ما يسمى بالديلي روتين. عنده غسول في بيته او في بيتها، عندها غسول رغوي عشان يعمل التطهير، ورغوي تاني بعد ما نرجع، لانه علشان بعد ما كل واحد نزل ونزل في اتربه ونزل في عرق و عندنا ميه موجوده اقدر استخدمها في اي وقت من غير ما احتاج ان انا اشطفها واغسلها. عندنا الكويك بن، عباره عن حاجه ممكن تبقى في الشنطه موجوده، اقدر احط على اي حبوب بتبقى ظاهره واكثر من مره، لانه ما بيسببش التهاب وما بيتفاعلش مع الضوء ومكون من مواد طبيعيه. فبيديني وقت مباشر للليجن او الشيء اللي طلع اللي ظهر عندي في الجلد. وقت مباشر يعني قتل مباشر، يعني بدايه بالظبط كده، اول ما تطلع الحبايه احطها على طول، يوم الاقيها التانيه الاقيها بدات تختفي، التالت الاقيها راحت، عشان ما تعمليش
ففي ناس بتقول لي طب انا اصل انا ببقى بره وببقى، فانا ما بكتب لها حاجه زي البيونيكي بتبقى خفيفه ما بتبانش بعد ما تتحط، وبيبقى تقدر تمارس عملها، يقدر ينزل يروح شغله، يقدر يروح جامعته، يقدر يروح مدرسته، يقدر معاه في شنطته في اي وقت، بحيث ان انا ما بعوقش اليوم او سير اليوم، واقدر لو انا حطه في حته وعرقت واتربت واقدر احط الميه لاني مش لاقي تواليت مثلا اخشه دلوقتي، يبقى هقدر اغسل بالماء، انظف اطهر المسام، عشان جزء كبير من حب الشباب كلوجينج، ان هو اتسدت البورز، اتسدت اتقفلت، ولما اتقفلت الدنيا اتحبس، فلما بفتح البورز دي على طول اقدر ان انا اخرج الدهون دي بصوره صحيه، بحيث ان انا ما ادخلش في المرحله الاكثر عمق. بالنسبه للحاجات الموضعيه اللي انا شخصيا بفضلها، لكن بنحب نسندها بمضادات حيويه من فصيله التتراسايكلينز او الاريثروميسينز او اليوفلوكساسينز، يحددها الطبيب بقى، يعني مش هندخل احنا فيها في تفاصيل هنا، يحددها الطبيب بناء على رؤيته للحاله والحاله الصحيه العامه وايه اللي يتاخد وما يتاخدش. الحالات الشديده بندخل في مشتقات فيتامين الف اللي هي الريتينويدز. الريتينويدز دي مشتقات، على فكره دواء قديم جدا ودواء فعال جدا ودواء له اثار جانبيه كثيره. بيتم استخدامه؟ اه طبعا بيتم استخدامه كتير، بس تحت اشراف طبي. في تحاليل دم بتتعمل قبل ما اخد الايزوتريتينوين واثناء ما باخده، بعملها شهريا، لان هو الدوره بتاعت علاجي بيه 5 شهور، محتاج اعمل هدية. انا شخصيا يهمني الامان قبل اي شيء. وفي محاذير، في محاذير كثيره ما ينفعش بالنسبه في الحمل، ما ينفعش تاخد قبل الحمل فتره بالظبط كده. لما الاقي واحده جايه وهم لسه كابل متجوز جديد وهم بيسعوا ان هم يحصل انجاب، يبقى ازاي اديها دواء وانا مضطر امنع الحمل لشهور عديده او لسنه؟ ولو دخلنا بقى في صفصطه علميه قوي، في ناس يقول لك سنه ونص وسنتين، ويعني في الاخر في محاذير، في الاخر في تحاليل قبل واثناء وبعد، في الاخر في تغيرات هتحصل لازم المريض هو يبقى عارفها قبل ما يبدا. ما ينفعش ان ده يتاخد غير لما يكون في اشراف طبي مكتمل ومستمر، عشان اقدر ان انا اخد فايدة الدواء من غير ما اخد الضرر بتاعه. حاجتين مهمين، المكياج، الست ما هي في فترة الحب الشباب هتحب تحط مكياج وساعات بتضطر عشان تخفي، والمكياج اعتقد عدو لدود لحب الشباب. احنا عندنا من ال 11 نوع او ال 12 نوع اللي قلناهم، نوع اسمه اكني كوزمتيكا. اه يعني اكني بيحصل، اكني بيحصل بسبب المكياج الرديء او المكياج المفرط او المكياج اللي انا بحطه لفتره طويله. عشان كده برضو احنا بنسعى دايما ان احنا بنبقى سعداء قوي كاطباء لما تنزل لنا شركه عندها ميك اب او مكياج طبي. اه بمعنى ايه طبي؟ بمعنى ان هو مراعى فيه كثافه المواد ونوعيه المواد المستخدمه اللي ما تلهبش الجلد وما تسدش المسام، وفي نفس الوقت تديني الشكل اللي انا حباه. بيونيكي بتعمل ده على شكل لاين كامل. احنا سررنا جدا لما نزل، لانه احنا اخيرا توافق، اخيرا واحنا ما كنا اصل خلي بال حضرتك، توافق رغبه الاطباء في عدم وضع مكياج بالزبط، ورغبه المرضى في وضع مكياج. الخناقه ازليه. وعلى فكره احنا كنا بطل، يعني انا شخصيا كنت دايما اقول لهم بصوا انا عارف ان انا هتطلعوا من عندي، هقول لكم ما تحطوش، هتطلعوا من عندي تحطوا، وهتقول لك ايه الراجل ده بيقول ايه؟ ما احطش مكياج، يعني ما احطش مكياج ازاي؟ احط هو يقول له عايزه انا هحط. وبعدين احنا عندنا دلوقتي الناس بتقعد بره بيوتها لفترات طويله، يعني سواء طلبه او جامعيين او بيشتغلوا، الفتره المتواجده بره فتره طويله جدا. فبقيت اخيرا دلوقتي موجود بيونيكي اقدر اقول لهم حطي مكياج، عشان انا بقى اسمي احترمت نفسي وكلامي اتنفذ، حطي المكياج بتاعك، بس على الاقل بليز انتقي النوع اللي يكون جيد، ونحاول نقلل الفتره اللي بنحطه فيها، وان امكن حتى لو انا ارجع في النص عشان اشيله وبعدين اريح الجلد شويه اقدر احطه تاني بصوره تفيدني وتريحني انا شكلا وما تضرش المرض. الشنطه بتاعت اي مريض بيشتكي من حب الشباب تنصح ان يكون بها ايه؟ وتقول له اوعى تحط فيها ايه؟ هقول له يحط فيها ماء، هقول له يحط فيها ماء علاجي. موجود واش. موجود. هقول له يحط فيها حاجه صغيره معالجه اقدر احطها على الحاجه، لان هي
التطور بتاع الليجن بيبقى سريع، يعني ممكن ساعات تبص تلاقي حضرتك في اثناء اليوم في ناس تقول لي ده انا بخرج الصبح وشي صافي، ابص الاقي في اثناء اليوم طلع لي تك 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 حبيتين ثلاثه بكره، لان هو بيتحرك بقى خلاص باريحيه، فانا اقدر اوقدها وهي بتظهر. ودي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي، يبقى عندي مستحضر صغير كده اقدر اشيله كويك بان كده خفيف. ثم اذا يعني تعذر هذا، اولا دول هما الاثنين انا بحبه ومعاهم قطن مدور قطن مكعبر قطن، المهم ان انا اقدر ان انا لما احط الغسول امسح، مش عايز فوط، ان انا مش عايز احط الفوطه تاني، ما في ناس بتبقى فوط صغير على فكره وتقول لك انا بمسح بيها وبعدين راجع امسح، ما انا همسح بيها وبعدين ما هي هتبقى تاني، يبقى ما عندناش حاجه، فيبقى قطن عشان يبقى حاجه اقدر ارميها في اي مكان. دول اللي انا بحبه. اذا كان المريض يعني في مكان مستقر اكتر هنضيف اليهم غسول بقى رغوي، لو بالذات حد بقى بيشتغل مهندس في موقع بقى، حد مندوب بينزل وبيلف يعني موجود بقى، بحيث ان هو ممكن يدخل اماكن او يبقى فيها اماكن يقدر يغسل فيها وشه، فعلا الحقيقه بيبقى نتائجه اعمق واقوى، ولكن مش دايما كل الناس عندها الامكانيه دي. فهم اول اتنين اللي انا بحبهم. ان احنا بقى نحط حاجه كاموفلاج ليه؟ لا، هو انا النهارده هبدا اتعالج، العلاج ده هياخد شهور، هو انا لازم افضل ماشي يعني انا اسف متضايق من شكلي وزعلان الناس بتبص لي والناس ابص الاقي عينها بتقع على منطقه الحبوب تحديدا بصوره واضحه جدا او الاثار، وفي بنات بجحة تقول لي صاحبتها ايه انت وشك كمال وكده، ما تروحي تشوفي لك علاج ولا تشوفي دكتور ولا حاجه تعالجي. وده بيقولي انا يا دكتور عمر عايزين حاجه اسرع، مش انا مش هقدر اديكي حاجه اسرع، لانه هو غصب عني سايكل بتاع الجلد لازم ياخد مؤمده. هنا لما يكون عندي حاجه كاموفلاج اقدر احطها، وممكن الحاجه كاموفلاج دي حتى بعد ايه، طب ما انا هحط الميه هيطير الكاموفلاج احطه تاني، ما عنديش مشكله خالص، عشان ادائي انا اثناء اليوم يبقى ثابت، بدي في شغلي، بدي في المجال اللي انا بعمل بيه، بدي في دراستي، مركز بقى مش مركز في الناس بتبص عليا وانا قاعد طول النهار يا عامل كده يا عامل كده يا حاطط ايدي على مناخير. كيف ترى سيادتك الليزر والبيلينج في التعامل مع حب الشباب؟ اوكي، احنا بنتكلم دلوقتي على الليزر والبيل في حب الشباب النشيط، ده جزء فيه ليزر وبيل، وعلى حب الشباب كاثار حب الشباب والندبات ده له ليزر وبيل نوع تاني خالص. البيلينج اللي هو التقشير. التقشير في بعض انواع التقشير محدوده بمواد زي الساليسيليك اسيد بتركيز خفيف تصلح للاستخدام في حب الشباب النشط، وفي عندنا مجموعه كبيره جدا دلوقتي من المواد المقشره، فيها تيتري اويل وفيها لاكتيك اسيد وفيها ساليسيليك اسيد، وفي حاجات منها بتتحط على شكل سيكوينشال، يعني بيبقى يعني ورا بعض، يعني الماده مش ماده واحده، يعني بنحط ماده وبعد خمس دقائق نحط ماده ثانيه وبعدين نغسل وبعدين نحط ماده ثالثه ورابعه وبعدين نغسل وبعدين نحط حاجه المريض يروح بيها. الحاجات دي بتعمل بتضاد للالتهاب، بتفك المسام بحيث تخرج الكثير من السموم خارج الجسم، وبعض منها بيبقى فيه بعض الاضافات لانها تقدر تحسن البقع بعض الشيء. بنقابل بفكره طب وانا لما اخده وانا كده طب ما هيرجع لي تاني. هو الحقيقه الحته دي احنا لازم نلاقي لها حل، يعني الحقيقه الحته دي انا برضو لسه بصطدم بيها لغايه دلوقتي. طب وحضرتك المرض ده ما انت كده، طب انا عملت الجلسه وبعدين بعد كده هيطلع لي المرض هيجي تاني بعد شهرين ثلاثه. اولا هو كم مرض بيخف، وحضرتك بقى عندك يعني اساطين الطب قعدوا قدام حضرتك هنا في مجالات مختلفه، كم مرض حقيقي بيخف يعني بيخف ويروح خالص وما يبقاش له اي متابعه؟ ما في قليل نادرا. يبقى انا النهارده لما بحرك المريض من نقطه الف لنقطه ب الاول بان انا عملت له هذا التقشير اللي هو ما يعتبرش كيوراتيف، مش هو ثيرابيوتيك، هو علاجي وليس شافي، نقلته من النقطه الف لنقطه ب، ونقدر ناخد من النقطه ب حاجات ابسط يتابع عليها، ويقدر كل فتره يقدر يرجع للنقطة ألف تاني أديله جلسة ويكمل بحاجات موضعية بسيطة زي اللي قلنا عليها، الشنطة اللي فيها غسول اللي فيها محلول رغوي اللي فيها محلول يستخدم بسهولة،
اضيف بقى مضاد ما اضيفش حسب رؤيتي؟ لان انا عايز امنع المضاعفات. ما هو خلاص هو في مرحله سنيه فيها مرض، والمرض ده رايح جاي. حتى المرضى اللي بياخدوا الريتينويدز اللي هي الدواء اللي احنا بيتكتب في الكتب ان هو اقرب ما يكون للشفاء، برضه في كتير جدا بعد سنه ولا اتنين بيرجع يقول لك الحبوب بدات تطلع لي تاني. شفت حالات كده. فانا مش عايز اوصل له نقطه ان انت خفيت، انا عايز اوصل نقطه ان احنا رفعنا المرض لدرجه احسن بكتير. نتابع مع بعض كل فتره، هناخد اللفه ونرجع نبتدي نعمل جلسه، نعمل اتنين، ننتقل من الف لب ونبدا نمشي بالحاجات الموضعيه، نغير العلاجات حسب الاحتياج. ده بالنسبه للتقشير في حب الشباب النشط. الليزر اللي انا بعتبره الملك في الاضافات الحديثه اذا جاز التعبير، هو ما بقاش حديث خلاص، انما الاضافات لاسلحه الامراض الجلديه سواء تجميلا او علاجا، واحنا اتفقنا ان الاثنين واحد، هو الليزر. ففي انواع من الليزر زي الياج وبعض والداي ليزر، دول ممكن نستخدمهم اللي هو الصبغ النبضي او الياج، دول ممكن نستخدمهم في علاج او في تحسين، يعني في حالات ما بتستجيبش، يعني مش مستجيبه، خدنا مضادات حيويه، خدنا علاج، خدنا عملنا كذا، في مانع طبي ان هو ياخد فيتامين ا، طب ما مش هينفع يعمل تقشير لانه في بعض الاحيان التقشير بيستوجب الابتعاد عن الضوء او ابتعاد عن الشمس لمده يومين ثلاثه. الليزر مش بيستوجب نفس هذه المحاذير الشديده، فاقدر اعمل له حاجه تحسن الحاله. ده اللي احنا عايزين دايما نفهم، ان الطبيب لما بيكون عارف ادواته ايه بيقدر يوصل للمريض، والمريض في منتهى الذكاء، في منتهى ايا كان مستواه الاجتماعي ومستوى الفكر، في منتهى الذكاء ان هو يقدر يفهم اللي بيتقال له ده منطقي ولا غير منطقي. هننقله برضه لمرحله ان احنا نقلل الالتهاب ونقلل فيه التدفق الدموي في المنطقه دي، فنقلل فيه قوه الحاجات اللي ظاهره، ثم نقدر نستمر بعد كده بالحاجات الموضعيه. ده بالنسبه للتقشير او الليزر في حب الشباب وهو شغال. النهارده أنا سعيد سعادة غامرة وشرف كبير لينا، يعني انطلاقة لفهرس أعتقد فيه الكثير والكثير من المعلومات اللي هيستمتع بها الجمهور العربي وهو بيشاهد حضرتك. ربنا يخليك، متشكر جدا، وفي أضيف محظوظ كمان اللي هو أنا وجودي في المكان الجميل، وجودي في حتة محترمة جدا، في قناة محترمة جدا، وفي برنامج محترم مع زميل محترم جدا. شكرا يا فندم. ونتمنى وإن أنا يعني نقدر إن احنا نكون ضيوف خفاف على الناس ونقدر نفيدهم بمعلومة علمية مبسطة إن شاء الله. ده أنا اللي بأحييك وبشكرك شكرا جزيلا على هذا الكلام العظيم جدا وسام على صدري، وبحييك على المجهود الكبير في العيادات الخارجية في كلية الطب أو في كلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، والمجهود الكبير اللي أنت بتقدمه كجزء من الدولة في مجابهة كورونا وكوفيد 19. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والأسطورة المتميزة لعالم الأمراض الجلدية في مصر والوطن العربي الأستاذ الدكتور عمر عزام، أستاذ الأمراض الجلدية والليزر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، والمدير للعيادات الخارجية لمستشفيات جامعة القاهرة، وعضو الجمعية المصرية للأمراض الجلدية والتناسلية، وسكرتير عام الجمعية الأفرو آسيوية للليزر وتجميل الجلد، والحاصل على منحة DAAD من جامعة بون بألمانيا، الاسم القدير الكبير في واحدة من قمم حلقتنا في الناس الحلوة. خليكم دايما معانا مع الناس الحلوة.